حضرات المشاهدين الكرام، عندما يتحدث سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لأبنائه المواطنين في أنما يضع قوانين لحياة آمنة ويرسم خططا لمستقبل مشرق سعيد، لقد أكد سيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه غير مرة على أهمية الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الآمن الذي يحفظ للوطن والمواطنين أمنهم ومستقبلهم. وأكد سموه حفظه الله ورعاه أن وحدتنا الوطنية هي التي جمعت أهل الكويت في أحلك الظروف والمحن، وأن الحفاظ عليها وصونها من كيد العابثين والحاقدين واجب وطني مقدس. وأوضح سموه حفظه الله ورعاه أنه إذا كانت حرية القول والعمل مكفولة للجميع فإن ذلك لا يعني سوء استخدامها والإساءة للوطن وثوابته، وأن الواجب يملي بأن يكون ذلك مدعاة لتوحيد الصفوف في مواجهة كل من يريد بهذا الوطن سوءا أو تفرقة بين أبنائه أو تعكيرا لصفوه وأمنه واستغراره. وأكد سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الدعوة لوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بأن تحفظ للحرية مساحتها المقبولة وأن تلتزم بممارسة دورها في حدود المسؤولية الملقاة عليها، وألا تكون أدوات لبث الفتنة والفوضى والشقاق والصراع بين فئات المجتمع. وطالب سموه حفظه الله ورعاه وسائل إعلامنا المختلفة بأن تكون منارات هدي ووعي وأن تمارس نقدها برزانة ومصداقية دون تهويل، لأننا بحاجة إلى كل جهد مخلص يعزز وحدتنا الوطنية. أعزائي المشاهدين، حدث خليجي عظيم وبالغ الأهمية تم الإعلان عنه وتم توقيع اتفاقية في شأنه بالمنامة عاصمة مملكة البحرين الشقيقة الشهر الماضي. وتمثل هذا الحدث بتوقيع اتفاقية تسمح بتنقل المواطنين في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بين البلدين الشقيقين بالبطاقة الشخصية أو بما اصطلح عليه باسم البطاقة الذكية. وقد اعتبر هذا الحدث خطوة رائدة لتحقيق المواطنة الخليجية وعلى طريق السوق الخليجية المشتركة أيضا. استاذنكم للبدء في مراسم التوقيع على آلية التنقل بالبطاقة الشخصية الهوية الوطنية بين مواطني المملكة ودولة الكويت الشقيقة.
النبي دعنا طبعا نشكرك كثير الأمور حق دول مجلس التعاون، وهذه ثمرة جهد كبير لكم ولإخوانكم السابقين سبقوني في هذا المجال، والحمد لله تقاربت الآن الأيادي ما بين دول مجلس التعاون حيث استراتيجيتنا تمتد للأمن في المملكة العربية السعودية. وأنا أبارك حق الأخوة الكرام السعودية وعلى رأسها جلالة الملك طول عمره. شكرا. حضرات المشاهدين الكرام، في السابع من الشهر الجاري اختتم المؤتمر العربي الأول للأحوال المدنية أعمال في تونس، ووافق على اقتراح من دولة الكويت لاعتماد الشريحة الذكية في البطاقات الشخصية للمواطنين. وتبنى المؤتمر عددا من التوصيات التي تهدف إلى تطوير العمل في إدارات الأحوال المدنية. كما أوصى المؤتمر العربي الأول للأحوال المدنية باعتماد نظام الأرشيف الإلكتروني في مجال حفظ وتوثيق المعلومات لدى أجهزة الأحوال المدنية، وإنشاء رقم وطني لكل مواطن يكون أداة لتعريف الأساسية لشخصيته ويتم إثباته في كل ما يتعلق به من وثائق ومعاملات، إلى جانب استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في مجال تسجيل وقائع الأحوال المدنية. ومما يثلج الصدر أن دولة الكويت كانت السباقة في هذا المضمار، وأن ما جاء في توصيات المؤتمر العربي للأحوال للأول للأحوال المدنية أمور تم تطبيقها والعمل بها في دولة الكويت منذ عقود، كما تم عمليا وواقعيا البدء بتوزيع البطاقة المدنية التي تحمل الشريحة الذكية على المواطنين. حضرات المشاهدين الكرام، في حلقة اليوم يسعدني أن أستضيف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأستاذ مساعد الأسعوسي لإلقاء الضوء على ما اصطلح عليه بالبطاقة الذكية. كما يسعد برنامج أمن الكويت أمننا أن يجري اتصالا هاتفيا مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ سعادة اللواء عبدالله المهنة لمعرفة خطوات تطبيق هذه الاتفاقية عمليا. وسنقدم لحضراتكم أيضا تقريرا ميدانيا عن الوضع المروري أمام ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية لاستطلاع رأي الهيئة التدريسية ورأي أولياء الأمور حول سبل الحفاظ على سلامة أطفالنا. هذا بالإضافة إلى الأبواب الثابتة في هذا البرنامج. على بركة الله ننطلق بمعيتكم، فأهلا وسهلا بكم. ومن أجل مشاركتكم في هذه الحلقة أذكركم بأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني الخاصة بالبرنامج والتي تظهر أمام حضراتكم على الشاشة 22405736 و22418529، وللأحبة من خارج دولة الكويت 00965 22429569، والبريد الإلكتروني amnana@tv.gov.kw. واسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم استبيان حلقة اليوم، وهو ما تقييمك للتنقل بالبطاقة الذكية بين الدول الخليجية؟ الإجابة ممتازة، وننتظر خطوات أخرى، خطوة مهمة على طريق سوق خليجية مشتركة، ترسيخ لمفهوم الأخوة الخليجية. جاءت بعد طول انتظار. يمكن لحضراتكم الإجابة على الاستبيان على موقعنا الإلكتروني amnana.tv.gov.kw. الارتقاء بإعلامنا المقروء والمسموع والمرئي لكي يمارس دوره المنشود في تكوين ودعم الرأي العام المستنير الذي يعزز الولاء للوطن ويرسخ روح الوحدة الوطنية وينشر المحبة بين الناس ويسهم في تقوية أواصر الإخاء والصداقة والتعاون بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أينما كنتم في 28 من يونيو من العام الماضي، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، قام معالي الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس 00016 2484581. نعم. وإن شاء الله إحنا يعني ما أحد يحتاج استخدام هذه الأرقام، ولكن للضرورة أحكام. كل الشكر الجزيل لسعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء عبد الله المهنا. شكرا جزيلا لك سعادة اللواء. شكرا شكرا. المعلومات المدنية بإصدار البطاقة المدنية الذكية. ولإصدار البطاقة المدنية الذكية يرجى توفير الأوراق والمستندات التالية: صورتان شخصيتان قياس 4×6 سنتيمتر، صورة من جواز السفر، بيان فصيلة الدم. البطاقة المدنية الذكية أمان وتميز. حضرات المشاهدين الكرام، اسمحوا لي بأن أذكركم بأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني الخاصة بالبرنامج والتي تظهر أمام حضراتكم على الشاشة: 22405736 و22418529. وللأحبة دائما وأبدا من خارج دولة الكويت 00965222495 69. والبريد الإلكتروني amnina@tv.gov.kw. وسأعرض على حضراتكم استبيان حلقة اليوم، وهو: ما تقييمك للتنقل بالبطاقة الذكية بين الدول الخليجية؟ بالإجابة ممتازة وننتظر خطوات أخرى. خطوة مهمة على طريق سوق خليجية مشتركة، ترسيخ لمفهوم الأخوة الخليجية، جاءت بعد طول انتظار. ويمكن لحضراتكم الإجابة على الاستبيان على موقعنا الإلكتروني amnina.tv.gov.kw. أرحب بكم من جديد سعادة مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأستاذ مساعد العسعوسي. وأظن أن معظم المواطنين يرغبون في معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لحصول المواطن على البطاقة الذكية، فما هي هذه الأوراق والمستندات؟ الأوراق عبارة عن صور شخصية اللي هي حسب مواصفات الأيكاو ستاندرد يسمونها منظمة الطيران الدولي، اللي هي نفسها قاعد تستخدم في جواز السفر، خلفية الزرقاء والمواصفات موجودة عند جميع المصورين في دولة الكويت. فمطلوب صورتين زائد صورة الجواز لأخذ الاسم اللاتيني من الجواز، بالإضافة إلى فصيلة الدم إذا لم تكن متوفرة بالبطاقة الحالية. جميل. إذن نكرر مرة أخرى: مقاس 4×6، صورتين، والخلفية تكون باللون الأزرق، وفصيلة الدم، والجواز، صورة الجواز لأخذ الاسم باللغة اللاتينية. أستاذ مساعد، هل تقتصر عملية الاستبدال على المقر الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية، أم أن ثمة مكاتب وفروعها في أرجاء الكويت يمكن للمواطن استبدال بطاقته فيها؟ لا طبعا، مثل ما ذكرت سابقا انه هو عندنا مقر رئيسي بالهيئه في جنوب السره، وكذلك مراكز الخدمه اللي تبع وزاره الداخليه. الهيئه متواجده في اكثرها، اللي هي تزيد على 30 فرع تقريبا، بعضها حتى موجود في اوقات المساء. وعندنا الحكومه مول في برج التحرير وبالجهره وفي جابر العلي، فكلها تستقبل المواطنين لاستبدال بطاقة ملك. يعني في إمكانية أنهم مو شرط أنهم يجون عندكم في الإدارة العامة، قصدي في جنوب السرة.